كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة تنهد بها ذنوب العمر كله. لو أن عبدا عاش حياته كلها في صغره وكبره وشبابه ومشيبه وهو يتعفر ويتمرغ في معاصي الله وحدود الله وكبائر الذنوب، ثم وقف في آخر عمره صادقا قبل أن يغرر فقال صادقا من قلبه أستغفر الله من تلك الذنوب كلها، لغفرها الله ولم يبالي، ولعاد كيوم ولدته أمه، لأن الله وعده بالمغفرة. هذا ما نشك فيه، هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب، لكن بالتوحيد الخالص أن تعتقد كرم الله، لأنه لما وصف نفسه بالرحمة رحمته وسعت كل شيء، ومما وسعته الذنوب المذنبين مسيئين، عبد مسرف مذنب خطاء يأتي ابن 90 سنة، الناس تأتي للعمرة، لكن في الحج البعض يقول سبحان الله الحجاج أكثرهم كبار سن، هذه حكمة من الله، جاءوا في آخر أعمارهم تائبين، جاءوا في آخر الأعمار منيبين مستغفرين راجين لرحمة أرحم الراحمين. ومن قصد الله وتوجه إلى الله ولو في عقر داره وليس أن يأتي إلى بيته لغفر الله له ولم يبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لا تتعاظم على الله ذنب ولا تستخف بكلمة أستغفر الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك أن لك ربا توحده ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، هو وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. هذا الرب سبحانه في عظمته وجلاله وكبريائه وعزته سبحانه لا إله إلا هو، هذا الرب الذي وسع كل شيء رحمة وعلما لا يغفر لك فقط، ليس المسألة مسألة مغفرة، بل يفرح بتوبتك. فهل وجدت ملكا وربا أعظم من هذا الرب؟ حاشا، يفرح بتوبة عبده، أين تجد مثل هذا الكرم والرحمة؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يفرح ماذا يريد منك وهو أغنى ما يكون عنك، لكنه يعلم أنه لو خلي بينك وبين سطوته لكنت من الهالكين. يفرح لأنه يرحمك ويعلم أنك لو تماديت على الذنب فأخذك الرب هلكت وشقيت شقاء الدنيا والآخرة. فتذكر أنه يفرح بتوبتك. إذا قلت استغفر الله تقولها من قرارة قلبك، ما ترى دون الاستغفار شيئا، وترى أن الاستغفار لا يبقي شيئا، فتحس أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأنه الرجاء في كل شيء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا تكون العبادة شرعية إلا إذا كانت صوابا وأوقعها العبد خالصة لوجه الله على وفق الوارد في شرع الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الهرج، والهرج هو القتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سئل ما الهرج؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. فهذا يشير إلى الفتن وعظم الفتن، لأنه ليس هناك بعد الشرك بالله من عظائم الذنوب مثل القتل. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كثر القتل هذا من علامات الساعة العامة، ولا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، حتى يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل والعياذ بالله، وهو قتل العمية، أن إذا انتشر بين الناس الاستخفاف بالحرمات، من أعظم الحرمات الدم، دم المسلم. فإذا كثر القتل فمعناه أن الناس قد انخرمت عهودهم ومواثيقهم، وأصبحت الذمة، وهي من أعظم الذمة، ذمة الله ورسوله في المسلم بسفك دمه، سهلة بسبب كثرة القتل. فإذا كثر القتل وكثرت الفتن فإن العبد إذا أناب إلى الله وأكثر من العبادة فأكثر من الصلوات ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله بالتهليل والتسبيح والتحميد، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل. ولذلك لا يوفق لكثرة العبادة في زمان الهرج إلا من اصطفاه الله واجتباه. فتجد العبد الصالح كثير التلاوة للقرآن، كثير الاستغفار، كثير التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، فهذا يدل على محبة الله للعبد، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، وأما الدين وذكره سبحانه ما أعطاه إلا لأحبابه. وبين الله في كتابه أن هذه العطية أكبر من كل شيء، فقال: ولذكر الله أكبر. فالعبادة والإقبال على الله والإنابة إلى الله في زمان الفتن شأنها عظيم، لأن الإنسان لا يقبل على ربه وينيب إليه إلا بخوف ورجاء. فإذا استحكم الخوف من الله وكثر الذكر الآخرة والطمع في رحمة الله من قلب الإنسان، هان عليه جميع ما في هذه الدنيا من الفتن وتوجه إلى الله بصدق. فإذا لا يتوجه كأنه بعبادته، بتوفيق الله له بالعبادة، اصطفي واجتبي. ولا يمكن أن يصطفى ويجتبى إلا بأمرين، وهما الخوف والرجاء. وإذا خاف من ربه صدق الخوف ورجى الله صدق الرجاء سلم قلبه من الفتن. ولذلك الفتن ما تقع إلا بالطمع في هذه الدنيا وفتنها وشهواتها، فتعمى البصيرة والعياذ بالله. إذا أراد الله أن يصطفي عبده اصطفاه لهذا الخير العظيم. وكأنه بهذه الحال حينما يكون في خضم فتن الناس وهرجهم ومرجهم وهو مقبل على الله، قد هاجر إلى الله عز وجل، فشبهه بالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فهذا معنى ظاهر ومعنى لطيف أيضا، أن الإنسان يعيش بين الناس ولا يؤذى بفتنهم، وهذا هو شأن المتمسك بدين الله المعتصم بحبل الله، أنه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والعبد الصادق مع الله الذي حفظ لله قلبه وسمعه وبصره وحفظ لسانه وحفظ جوارحه من حدود الله ومحارم الله لا تعميه الفتن،
ولا تزلزله، وبصيرة نافذة، قل إني على بينة من ربي. فالعبادة لا تعطى إلا لمن اصطفى الله عز وجل واجتباه. ولذلك تجد الناس على مراتب وأحوال إذا نزلت بهم الفتن فأكملهم حالا من لهج لسانه بذكر الله، تجده إذا أمسى وأصبح لا يفكر إلا في الله، يعلم أنه مخلوق لعبادة الله، فيجد ويجتهد، يرى الفتن عن يمينه وشماله فلا يزال قويا مستمسكا بحبل الله مهما عظمت عليه الفتن، وهذا يجعله صادقا في فراره إلى الله جل جلاله، فلا تضره الفتن وهو مهاجر إلى الله ورسوله، لأن هذه الفتن لا تؤثر فيه شيئا. المهاجر يترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يحفظ دينه، فلما يترك الناس فتنهم وقيلهم وقالهم ويقبل على الله بعبادة وإنابة وذكره وتسبيح، والإنابة إليه بالذكر بتلاوة القرآن والتسبيح والعبادة، فلا يفوت صيام النوافل ولا يفوت قيام الليل ولا يفوت قراءة القرآن ولا يفوت مجالس الذكر، وإذا بمن حوله يسخر منه يقول له كيف تفعل، الدنيا كذا وكذا وإلى متى ونحن جالسون قابعون والحال كذا وكذا، أبدا ما يضر هذا أبدا، يتمسك بحبل الله ويعتصم بدين الله عز وجل حتى إذا جاءه الموت جاءه وهو قريب من ربه لا بعيدا عنه. فهذا هو حال السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم. العبادة أن ينيب العبد إلى ربه إنابة صادقة كاملة، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، وهذا لا يكون، ليس هناك شيء يقود العباد إلى ربهم أعظم تأثير من أعظم ما يؤثر في القلوب ويقود الناس إلى ربها قلبا وقالبا، هو ذكر الآخرة، الذي يخاف الله ويرجو الله فإنه يعصم بحول الله وقوته من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك تجد في زمان الفتن الكلام كثير والعمل كثير، ولكن الذي يخاف الآخرة كلامه لله وعمله لله، فهذا هو المقصود، أن يكون قولك وعملك لله فتتعبد لله بما شرع، وأن تعمل بما خلقت من أجله وهو عبادة الله عز وجل، فلا تستخفك الفتن ولا يستخفك الذين لا يوقنون، وتجد وتجتهد في كل خير يقربك إلى الله عز وجل. يتعبد العبد ربه ويتقرب إلى الله بإقامة الصلاة، بالحرص على الصفوف الأول، بالخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماعه، بالتبكير في الهواجر، التبكير في الأسحار وظلمات الليل إلى بيوت الله، هذا من العبادة ومن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، من الهجرة إلى الله الأعمال الصالحة من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف والصدقات، كلها عبادة، هذا كل شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حرصت عليه في زمان الفتن وتمسكت به وأديته على الوجه الذي يرضي الله فقد هاجرت إلى الله عز وجل، هاجرت إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت تترك البدع إلى السنة، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك الفتنة والمحنة إلى الحق والصواب والهدى، لأن هذا هو الصواب والهدى، أن تعمل لما خلقت من أجله وهو عبادة الله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. لعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك في ميزان حسناتك، وعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك نورا في حياتك. ومن ثمرات الحياة الطيبة أنك إذا أقبلت على الله هناك خصلة عجيبة، خصلة كريمة، لو خسرت ما خسرت، لو خسرت الأصحاب وخسرت الليالي الطيبة، هناك شيء ما تخسر وهو الله جل جلاله. والله، وما هو الله؟ إذا أقبلت على الله وفعلت هذه الثلاث الأشياء وضمنت لله عز وجل عقيدة صالحة وقول طيب وعمل طيب، ما ترفع كف وتقول يا رب إلا أجاب الله دعوتك، ولا قلت أسألك إلا أجاب الله سؤالك. ولذلك ورد في الحديث أن العبد إذا كان صالح وأفعاله صالحة، أقواله طيبة وأعماله صالحة طيبة، أصبح معروف في السماء، لأن العمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل. فإذا صعدت منك الكلمات الطيبة دائما، لا إله إلا الله، استغفر الله، تذكر الله، الكلام طيب، تحسن إلى الناس،
تفعل الأعمال الصالحة، إذا بالأعمال الصالحة تصعد، فإذا بكثرة الأعمال الصالحة تحبك بها الملائكة، ويجعل الله حب الملأ الأعلى لك في السماوات. فإذا جاء كرب من الكروب، جاءتك مشكلة، جاءك شيء تخاف، فقلت يا رب، قالت الملائكة في السماء: صوت معروف من عبد معروف. هذا الصوت معروف من عبد معروف، من هو؟ المطيع لله عز وجل. عبد بلغ بي أنه إذا دعا الله يجيب الله دعاء، ماذا ينقص في هذه الحياة؟ ما الذي ينقص؟ إذا أصبحت في لحظة بعبوديتك الخالصة وطاعتك الصادقة لله، إذا قلت يا رب أجاب الله دعائك، أي مقام أصبحت، أي منزلة، أي شرف أصبحت فيه، فهذا هو العز، وهذا هو الجاه، وهذه هي الحياة الطيبة التي ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها وأن يجتهد في تحصيلها. فأكرر أن الضيق كل الضيق في معصية الله، والسعة كل السعة في رحمة الله والقرب من الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة. وأما الخصة الثانية التي يجنيها صاحب هذه الحياة الطيبة، فهي خصلة الاستقامة. وهذه الخصلة ثمرتها أن أصحابها إذا شاء الله عز وجل، ما من إنسان إلا وهو سيخرج من هذه الدنيا قريبا أو بعيدا، وقد نقوم من هذا المجلس، ما ندري، والله ما ندري، هل ما أحد يضمن أن يقوم من هذا المجلس؟ والله ما نضمن. فلا بد من لحظة، وهي لحظة الفراق. فمن ثمرات الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا حانت ساعة قيامته ودانت ساعة فراقه في هذه الحياة، كانت أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل. الناس عند الموت تخاف، إلا صاحب الحياة الطيبة إذا جاءه الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا دنت منهم سكرات الموت، تجدهم سبحان الله في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال، وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ممن حسنت خاتمته، وكان من الذين قيل لهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. نسأل الله العظيم أن يجعل أسعد لحظة لنا في هذه الحياة لحظة فراقها ولحظة الخروج من الدنيا. فهذه من الثمرات التي يجنيها الإنسان، وينبغي للإنسان أن يجتهد قدر استطاعته في الثلاث الأمور التي ذكرناها: صلاح الباطن وصلاح الظاهر بصلاح القول والعمل. لا تتكلم إلا وأن تعرف أن الله يرضى عن كلامك، ولا تعمل إلا وأن تعلم أن الله يرضى عن عملك.